مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من مساحه للراي. منذ نشاتها وحتى اليوم ترتكب سلطات الاحتلال الاسرائيلي كل جرائم القتل والعنف غير الانسانيه ضد الشعب الفلسطيني الاعزل في الاراضي المحتله، وتسعى بكل الطرق وكل الوسائل غير المشروعه للقضاء على هذا الشعب واجباره على الهجره القسريه من اراضيه الأراضي المحتلة. تشهد حاليا تصاعدا في وتيرة العنف الممنهج ضد الفلسطينيين، وباتت الضفة الغربية على صفيح ساخن جراء الاعتقالات والاغتيالات الإسرائيلية منذ فترة في المحافظتين الشماليتين جنين ونابلس، والتي بلغت ذروتها بعملية الاقتحام الواسعة لقوات الاحتلال لمدينة جنين من مخيمها وقراها، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الشهداء. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه قوات الاحتلال في عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في تحديا سافرا للشرعيات الدولية وقراراتها وللإجماع الدولي الرافض للاستيطان، وهو ما يعد تهديدا خطير لفرص تحقيق السلام، ويفتح الباب على مصراعي أمام دوامة لا تنتهي من العنف. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يسعدنا ان يكون معي الكاتب الصحفي الاستاذ رجب اشهد مبنون. خلينا في البدايه نطلع تقرير، وبعد هذا التقرير نفتح هذه المساحه للراي فيما يخص الوضع في الاراضي المحتله والقوه المفرطه التي تستخدمها قوات الاحتلال في محافظات الاراضي المحتله. بعد هذا التقرير ابقوا معنا. خطة استعماري توسعي يهدف إلى تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني وإبعاد أجزائه عن بعضها البعض، خاصة القدس، وعزلها عن محيطها الفلسطيني وتغيير هويتها العربية. تمتد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على الأرض من تعميق للاستيطان وسرقة للمزيد من الأرض، الأمر الذي يقوض بل ويخرب البيئة اللازمة لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية وذات جدوى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقد أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط مرارا أن المستوطنات الإسرائيلية ليست لها شرعية قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، داعين حكومة إسرائيل لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور، إذ يؤدي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لتدهور خطير. فاستئناف المستوطنين الإسرائيليين لنشاطهم العدواني في الضفة وغيرها تصاحبه ممارسات عنصرية تنتهك القانون الإنساني والدولي. من ناحيته طالب المجتمع الدولي بضرورة اصطفاف الفرقاء الفلسطينيين والتحرك الفوري لحماية حل الدولتين وترجمة الموقف الرافض للاستيطان لإجراءات وخطوات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقفه فورا. وقد تم رصد نحو 150 بقعة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، وغالبا ما تساهم هذه البقع في إنشاء أو توسع المستوطنات الإسرائيلية لربطها ببعض، وهي مصدر مباشر محتمل لعنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين، كما تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين. وبالنظر لما يحدث من انتهاكات في الأراضي الفلسطينية حاليا، لم يعد من المقبول تأجيل المفاوضات إلى أجل غير مسمى يقود الأوضاع نحو حالة دائمة من العنف والصراع. إن هناك حاجة إلى مبادرات هادفة لتغيير المسار الحالي بحيث تدفع إلى إنهاء حالة الاحتلال وتحقيق مبدأ حل الدولتين. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا مره ثانيه. برحب بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الاستاذ رجب الشربون. بصوا رجب، ما يحدث في الاراضي المحتله ليس بجديد، يعني هذه الدوامه من العنف والاستخدام المفرط من قوات الاحتلال ضد اهالينا في فلسطين لم تتوقف يعني منذ الاحتلال، يعني ما الجديد؟ يعني ليس هناك زي حضرتك ما اشرت كده، ليس هناك اي جديد. استخدام مفرط للقوه، نهب مزيد من الأراضي الفلسطينية، تضييق الخناق على القطاع والمدن الفلسطينية وفي الضفة الغربية، ضغط كبير جدا بتواجهه السلطة الفلسطينية في يعني مناطق الحكم الذاتي،
يعني مطالب لا تتوقف من الكيان الصهيوني من قبل السلطة الفلسطينية بحركات يعني إجراء اعتقالات ونشطين فلسطينيين إلى آخره. مسلسل مستمر لا يتوقف لهم يعني مع يعني أعتقد إنه خليني هنا استاذ رجب يعني يمكن منذ ايام بالامس يعني تم قتل طفل وليس بالجديد لما قتلت الاطفال والشجر والتمر. خليني هنا اتكلم على الاحتجاجات والتنديدات الغربيه يعني مش عارف ان ليس هناك فعلا جديد يذكر يعني لا كما يقال لا هناك جديد يذكر ولا قديم يحكى يعني الى متى سيظل هذا الكيان في هذا الصلف وهذا القتل امام اعين كل دول العالم وما يخرج حتى من دول العالم الغربية أو حتى الدول العربية هو مجرد تنديدات واحتجاجات ولكن بدأ في تأزم مستمر. إحنا لو رجعنا تاريخ النضال الفلسطيني في السنوات في كل السنين اللي فاتت دي حتى لما وصلنا لأسلو واحد وأسلو اثنين والانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية وإلى آخره يعني وصولا يعني الأحداث الأخيرة يعني لو خدنا حتى من بداية أحداث مايو لو تتذكر 2021 الحرب 11 يوم اللي حصلوا من التاريخ ده حتى إلى الآن يعني حدث أكتر من يعني انتهاك إسرائيلي للضفة من الضفة والقطاع خلينا فاكرين كويس قوي مسيرة الإعلام لو حضرتك تتذكر اللي كان جدا في الإعمار الأقصى يعني اجتياح الحرم الإبراهيمي وغيره وقبل شهر فقط كان هناك يعني مقتل القيادي الحرب الجهاد الإسلامية تيسير الجعبري وخير لو نتذكر ردود الفعل وما حدث في مجلس الامن وقوف الولايات المتحده ثلاث مرات في خلال 11 يوم عن صدور اي مشروع ادانه لاسرائيل الى ان نجحت مصر في النهايه في استيعاب الموقف ويعني وقف اطلاق النار وكلنا عارفين السيناريو اللي حصل يعني لما تيجي تاخد المنطقه دي من الحديث وتربطها بزياره ابو مازن مثلا لالمانيا تقريبا في اغسطس الماضي يعني من شهرين تقريبا ويعني وعند رده او يعني حديثه عن لما ابتدى يرد على سؤال صحفي سال سؤال خبيث جدا عن موضوع الهولوكوست وكذا بمجرد انه ابو مازن يعني شبه او حاول يعني ايجاد نوع من التقارب ما بين ما حدث لليهود حسب ما يسوقون له تمام ولكن ما يحدث في الفلسطينيين كل يوم من مجازر ومجرد حديث ابو مازن عن محارك اسرائيليه مستمره للشعب الفلسطيني اتقلبت الدنيا ولم تقعد بدايه وزاره الخارجيه قدمت اعتذار رسمي وتحقيق رسمي في الشرطه الالمانيه للرئيس الفلسطيني وادان المستشار الالماني واجهزه الاعلام والوكالات الغربيه الى اخره لما يجي نحط النقطتين دول بس فقط يعني قدامنا على الترابيزه نعرف قيمه وتوجهات رد الفعل العالمي لأن تسير لما يعني نتذكر مع بعض زيارة جو بايدن للمنطقة هنا واللي بدأها بزيارة لإسرائيل وتعهده المتجدد بحماية أمن إسرائيل وحديث المستهلك عن دولتين حديث مستهلك للسفارة في 2018 ليس هناك إلى الآن أي نوايا صادقة من المجتمع الدولي للوصول إلى حل الدولتين فأنا أتخيل إنه ما فيش جديد يعني ده ياخدنا لمجلس الأمن الولايات المتحدة اللي دايما يرفضوا الاستيطان حضرتك أشرت يعني حتى إذا كان هناك رفض الاستيطان أو حتى إذا كان هناك اتجاه من السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو يعني وبالتالي سوف نظل في هذه الدائرة المغلقة قتل ومستمر من قوة احتلال لأراضي محتلة الأراضي الفلسطينية طبعا ولما تيجي يعني ما نبص على الشعب الفلسطيني الحقيقة نلاقي ان الاختيارات قدامه محدودة يعني الأشقاء الفلسطينيين ليس أمامهم أمام هذه الهجمات
الشرسة من الاستهداف سواء في أرواحهم أو في ممتلكاتهم وتضييق الخناق عليهم حتى الأجهزة يعني السلطة الفلسطينية الأخيرة. مفيش قدامهم غير استمرار المقاومة، ما عندهمش حل تاني غير استمرار المقاومة حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه، وحتى يعني تتوفر من المعطيات العربية والإقليمية ما يمكن اعتباره يعني أوراق حقيقية للوصول إلى يعني إلى حل في هذه القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى المرتبطة بالدرجة الأولى بسلام شامل عادل في المنطقة وكل مصالح. تبينوا كل مسألة على رفض القضية الفلسطينية طول الوقت بالإرهاب يعني. يعني كل الإرهابيين يستخدمون هذه القضية كشمعة. هم قتلوا وراحوا تفجيرات وقتلى يعني فبالتالي يعني ستظل يعني مسألة الإرهاب مستمرة، صراع مصالح دولي وإقليمي في المنطقة متداخل في هذا الصراع. القضية ليست إسرائيل والأشقاء الفلسطينيين، القضية إنه التشابك كبير جدا في هذه القضية، تشابك مصالح يعني مصالح وتشابك عقائد وتشابك سياسي واقتصادي تمام لا آخر. خليني في درجة أتكلم على جزئية إن السلطة الفلسطينية يعني أو حتى الفلسطينيين من الواضح أن مجلس الأمن الأمم المتحدة بكل مؤسساتها غير قادرة حتى على إدانة هذا الكيان بشكل حقيقي، خاصة مع استخدام الفيديو الأمريكي. ده خلى السلطة الفلسطينية تتجه إلى المحكمة الجنائية الدولية. يعني هل هناك وجاهة من اتجاه السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة أنها تلقى طول الوقت اتهامات باطلة بالتأكيد يعني وتشكيك من جانب قوات الاحتلال؟ هي السلطة زي ما أنا قلت، السلطة الفلسطينية البدائل قدامها يعني محدودة، لأنه يعني من لا يملك قوات، وخلي الكلام بمنتهى الصدق، يعني من لا يملك قوات ولا يملك قرار. العالم يدور وكلنا يعني متابعين للمسرح الدولي وكل المناطق الساخنة في العالم وصراع المصالح وصراع المخابرات وصراع المعلومات اللي شغال حاليا، كلنا متابعين انعكاساته رجع على يعني بتعود على كل الدنيا. في النهاية القوة هي التي تحسم هذه الأمور. السلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني ليس أمامه طالما ظل الوضع على ما هو عليه من المعطيات المتوفرة، وكمان حالة الخلاف الفلسطيني الفلسطيني وهذا الشقاق اللي موجود في اللحمة الفلسطينية، ما عندوش حل تاني غير أنه يترك أبواب المنظمات الدولية، ما عندوش حل تاني في الوقت الحالي. طبعا كلنا بنأمل وبيأمل الشعب الفلسطيني وكل الشعوب العربية تأمل أنه الإرادة العربية والاستخدام يعني القوة العربية الحقيقية تسفر عن جديد في المرحلة المقبلة بالتأكيد. يعني يعني مش عايز اتكلم على يعني موضوع الموقف العربي اصلا، كلام على القمة العربية في نوفمبر في الجزائر هتكلم، لكن خليني برضو اقول يعني موضوع واحد بنتكلم على المسرح الدولي. يعني يمكن الحرب الأوكرانية الروسية أخذت مسارات أخرى خلال هذه الأيام، اتفقت على بعض المناطق وضمها فعليا. حديث حتى الرئيس الروسي عن ازدواجية المعايير فيما يخص القضية الفلسطينية وحالة القتل المستمرة والاحتلال، هل الصراع الروسي الأوكراني يعني مش عايز أقول وجه العالم أو خلى الناس تبص كمان لمسألة ما يحدث في الأراضي المحتلة الفلسطينية من قتل؟ يعني انا مش عاوز يعني ادني قوي على المنطقه دي لسبب بسيط. القضيه الفلسطينيه تقريبا من انا اقصد انه القضيه الفلسطينيه كانت يعني في وقت من الاوقات اوقات كتير كان عندها زخم دولي وبتاخد حيز كبير من السياسه الدوليه قبل تقريبا مايو 21 واحداث اللي كلنا عصرناها باجتياح غزه. قعدت القضيه الفلسطينيه 10 15 سنه ما حدش بيتكلم فيها،
من بعد التحك العراق حتى نجحت مصر في إعادة الملف مرة أخرى إلى طاولة السياسة أيامها في ذلك التوقيت، وبدأ الحديث مرة أخرى كلنا يعني فاكرين وجود الرئيس السيسي في فرنسا في مؤتمر المناحين بتاع السودان، والاتصالات اللي حصلت عبر الكونفرنس مع الملك عبد الله، والاتصالات اللي جات من جو بايدن لما ملا إنه ما فيش حل في النهاية، إنه أوراق يعني وصلنا لكل النتائج اللي إحنا اتكلمنا عليها من أعمار وإلى آخره. عاوز أقول إنه بدام حضرتك طالما حضرتك اشرت الى ما يحدث في اوكرانيا، اول استغاثه بيوضح لك قد ايه قيمه اسرائيل باللوبي بتاعها الموجود في الولايات المتحده في حسم المساله، لانه في بدايه الصراع الاوكراني استنجد الرئيس الاوكراني زلنسكي مين؟ بقاده اسرائيل. لماذا؟ هو يعلم جيدا قيمة التأثير الإسرائيلي في السياسة الأمريكية اللي هي بتقوة العالم كله في ذلك التوقيت. ففكرة ان انا ابني يعني ما يحدث ما بين روسيا وبعض الأقطاب من جهة وما بين الولايات المتحدة من وراء أوكرانيا والأوروبيين من جهة أخرى، انا اعتقد انه في النهاية يعني تصريحات سياسية الغرض منها في المقام الأول هو المصالح الروسية. فأنا أعتقد أن القرار لازم يخرج من هنا من منطقتنا مش من تكريم. خلونا نطلع تقرير الصحافة وبعد هذا التقرير نستكمل هذه المساحة الرائعة في القرآن. في الأهرام، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند يؤكد على أن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى حكومة إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور، فعدم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يؤدي لتدهور خطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي ويعرض حياة المدنيين للخطر. وأشارت صحيفة الشروق إلى أن غياب الوحدة الفلسطينية الداخلية يستمر في تقويض التطلعات الوطنية الفلسطينية ويمنع اتباع نهج فلسطيني مشترك تجاه حل الصراع وتلبية احتياجات السكان الفلسطينيين، وعليه فضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية هي خطوة أساسية نحو الوحدة ووسيلة لتجديد شرعية المؤسسات الوطنية، فالفرقة تؤكد بأن الصراع غير قابل للحل. في حين يرى مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس أن الاستيطان الإسرائيلي المسبب الرئيسي للعنف والتوتر بالأراضي المحتلة، وهناك قلق تجاه مخطط توسيع دائرة الاستيطان لربط المستوطنات بسبب تصعيد المستوطنين اليهود المتطرفين لإقامة بؤر استيطانية من جهة وتصدي الفلسطينيين لهم من جهة أخرى. وفي الغد يؤكد سري القدوة على أهمية عقد المؤتمر الدولي للسلام، وفي هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية تشكل بداية لمرحلة هامة لإفشال السيطرة الإسرائيلية بكل أشكالها على أرض فلسطين ووضع حد لمشاريع الاستيطان وضم الضفة الغربية وحشد كل الطاقات الدولية لدعم السلام العادل والقائم في المنطقة على أساس منح الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة. وأخيرا في صحيفة الخليج، قال نائب محافظ مدينة جنين كمال أبو الرب إن قوات الاحتلال تواصل استهداف مدينة جنين ومخيمها وهجمت المخيم بأعداد كبيرة، كما أطلقت صاروخا، واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن التصعيد الإسرائيلي لن يعطي أمنا ولا استقرارا لإسرائيل. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. يمكن في جزئيه حضرتك اتكلمت فيها مساله الداخل الفلسطيني، يعني دائما ما تتحدث قوات الاحتلال عن نتحدث مع من؟ يعني حماس غزه ام سلطه رام الله؟ الدوله المصريه كان لها اكثر من مبادره واكثر من يعني مؤتمر لتقريب الفرقاء الفلسطينيين يعني فيما يخص هذا الامر. يعني هل الفلسطينيين نفسهم مشاركين في الازمه اللي موجوده دلوقتي؟ طبعا في المقام الاول. تاريخ النضال الفلسطيني معروف، يعني
يعني هناك صراع خفي عقائدي سواء كان سياسي او غيره، او حتى وجهات النظر ورؤى مختلفه من بين الفرقاء الفلسطينيه، مساله محسومه. بس كمان يعني لما نيجي نبص على السلطه الفلسطينيه مثلا، منظمه التحرير، شيء من الابين هي المتحدث الرسمي باسم الشعب الفلسطيني. اعتبر القرارات الدوليه والمعترف المجتمع الدولي مفيش كلام. غزة تقريبا 1.3 من مساحة فلسطين التاريخية اللي موجودة فيها حماس والجهاد إلى آخره. الحركات دي منظمة يعني مصنفة مش من قبلنا احنا، لا من قبل صانع القرار العالميين أو الدوليين على أنها حركات ومنظمات إرهابية. ففكرة أنه يعني هناك صراع في المصالح في التوجهات، وإن كان كله يرى يعني حسب ما يعني ما يصدر عن هذه الكيانات أن الصالح العام هو الشعب الفلسطيني، لكن تبقى مسألة الخلافات والانتخابات. لا أنت قلت أكثر من مرة الحرب الانتخابات ويمكن هذا واقع فلسطيني يضعفه بالتأكيد. وخلينا أتكلم أنا على حركة حماس يعني التي تتشدق دائما يعني هم جماعه الاخوان كده الديمقراطيه عندهم لمره واحده يعني يا يركب السلطه وخلاص وتنتهي بعد كده الدنيا وده اللي حصل يعني، وده الحمد لله كان حصل في بلدنا ولكن لولا قواتنا المسلحه كانت الامور تأزمت اكتر يعني. هنا اتكلم برضه على جماعه الدول العربيه يعني. زي ما اتكلمت معايا في الفاصل وقلت ان القضيه الفلسطينيه هي القضيه الاستراتيجيه الاولى للدول العربيه، وانا كان ليا راي انا بقول ان ده اصبح من الماضي يعني، لان يعني ما اعرفش بقى مين السبب، ولكن اصبحت هناك اولويات خاصه حتى للشعوب داخليا يعني كلنا تلاهينا بالداخل، واصبحت القضيه الفلسطينيه يعني مش عايز اقول في مهب الريح ولكن ليست الاولويه التي كنا نشهدها سابقا. هناك قمه في الجزائر، الجزائر لها مواقف يعني إلى حد ما ممكن فنات كلها يعني، لكن ولكن يعني هل سنشهد في قمة الجزائر خروج قرارات منصفة قوية للقضية الفلسطينية، أم الحديث عن حل الدولتين و67 الدبجة اللي احنا متعاقبين يعني بمنتهى الصدق ومنتهى الشفافية كلنا يعني نلمس صعوبات في انعقاد القمة كانت دورية في مارس وليه إذا كنا احنا مش قادرين نتفق على موعد إقامة القمة رغم الجهود الكبيرة جدا اللي تقودها بعض الأقطاب مصر يعني التنازلات الأدبية يعني مصر يعني القاهرة والرياض ويعني في هناك برضو الإمارات والإمارات تنسيق كبير جدا ما حدش يقدر ينكره، لكن رغم كل ده الا انه برضه يعني فكره توحيد الكلمه وتوحيد المواقف ورغم كل يعني ما حدث من ردود افعال الحقيقه كانت بالنسبه لنا كشعوب عربيه مشرفه في اجتماع بايدن في جده بالقاده العرب كده يعني، الا انه يعني انا لا اتوقع جديد على هذا المسار زي ما قلت، لأنه القضية الفلسطينية مرتبطة أولا بمصالح وقوة إقليمية. أنت حضرتك كنت تتكلم عن موضوع حماس والإخوان يعني كلنا عارفين القادة الإيرانيين أو الساسة الإيرانيين بيعتبروا أن حماس أقرب الطيارات إليهم أو الإخوان أقرب الطيارات اللي تحقق مصالحهم. أنا من في اختلاف عقائدي يعني بشكل أو بآخر، ولكنهم يرون من الوجهة السياسية متفقين ما يحدث على الأراضي السورية وتدخل إيراني وتدخل روسي وإلى آخره. الفكرة أنه التدخلات الإقليمية بالإضافة إلى يعني حالات يعني استعراض القوى العالمية وتأثيرها في القضايا والملفات الدولية والفلسطينية، القضية الفلسطينية أحد أهم هذه الملفات، أعتقد أنه يعني لا أتوقع أن يكون هناك جديد في خارج يعني مكان انعقاد القمة.
اعتقد ان احنا ماشيين في نفس الطريق، وان كنا كشعوب نامل في جديد بالتاكيد. يعني استاذ ابراهيم، خليني هنا اتكلم على جزئيه برضو مع الوقت، يعني مع السوشيال ميديا والعالم كما يقال اصبح قريه صغيره، وكل حدث يحصل في مكان يتم نقله مباشره لكل رجل العالم. يعني يمكن للحديث دائما ان هناك اختلاف بين الادارات سواء في اوروبا او امريكا والشعب، ولان الشعب يعني الشعب الاوروبي او الشعب الامريكي اللي هم حياته الضرائب التامين الصحي مساله الشرق الاوسط وهذا دي ما تهموش يعني. لكن مع نقل هذا الكم من القتل والعنف الذي يمارس في الاراضي المحتله اصبحت هناك اصوات تنادي وتتحدث عن ان هذا الكيان غاصب وان هذا الكيان قاتل للاطفال وللشيوخ وللمراه و و و لدرجه انه قتل، يعني حتى الاعلام يعني لم يسلم من هذا الكيان. هل ضغط الشعب يمكن ان يكون له نتائج على الادارات في هذه الدول مع الوقت مع استمرار الانتهاكات التي تمارس؟ لو بصينا للتطور الحدث في رد الفعل الشعبي حول ما يحدث في اوكرانيا والعملية الخاصة الروسية في أوكرانيا من بداية الأزمة إلى الآن، هنعرف نجاوب السؤال ده. في الأول كان هناك رد فعل شعبي رافض جدا للموقف الروسي في أوكرانيا، الكلام ده كان في أوروبا والولايات المتحدة إلى آخر. مع مرور الوقت ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية والآثار اللي بدأت الشعوب بالفعل تجنيها على الأرض، ولما النهاردة يعني مهددة بقطع الاتصالات، مهددة بشتاء قارس جدا، مهددة بمستوى من المعيشة، الناس وقف حالها يعني بغتنا الدرجة في أوروبا. تغيرت المواقف الأوروبية الشعبية من النظر. النهارده في مظاهرات كانت موجوده في المانيا من كام يوم بتقول الغاز الروسي نعم، الغاز الامريكي لا. مثلا تكلفه هي فكره يعني النظر الى استدامه و الى اخره. الناس بتغير مواقفها طالما هناك تاثير على حياتها. فانا عاوز اقول ايه، رغم اللي حضرتك اشرت اليه ورغم ان هناك تفاعل دولي على مستوى الشعوب و الى اخره، بس في النهاية مين هيدفع الثمن؟ يعني لو المواطن الأوروبي عموما، يمكن احنا عشان احنا القضية قضيتنا تحسنها بالتأكيد، لكن في النهاية المواطن الأوروبي نفسه منهوش بالتأكيد في المسألة دي كتير، واحنا بنتكلم في العموم يعني في المنطقة الأكبر. يعني على كل الأحوال يعني ستظل القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية، إن لم تحل الآن سوف تحل مستقبلا، ده بالتأكيد. يعني تتحل بقى ما يطلعوا من تمديدات شق بيتو، سوف تكون الأراضي الفلسطينية في يوم من الأيام لكل الفلسطينيين. مرتين يا سيدي، بشكرك. الله يبارك فيك، نتمنى معاك ان شاء الله ان الدنيا وقت طول عمر. لا احنا لا بقى الامور اللي جايه بقى احنا العمر كله احنا عاملينها معانين ان احنا يعني خلاص ربنا يكرمنا ربنا يكرمنا. في نهايه هذه الحلقه من صحة الرأي بتابع بالشكر لضيفي الكاتب الصحفي الاستاذ رجب الشهاب نور، كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقه من صحة الرأي، والشكر للفريق على من صحة الرأي لهذا اليوم، وشكر كل سائر الخادمين على حسن المتابعه. القاكم دائما على خير، الى اللقاء.